ازيكم يا جماعه، معاكم شباب اذكر سمو هانتر. النهارده مع لعبه داي لايت. لو كنت مستنيها بقالي فتره طويله قوي، مش مصدق اخيرا انها طلعت. ودلوقتي بسجل لكم بالظبط الساعه 8 الصبح، مش قادر استنى لغايه بالليل. المفروض دلوقتي اروح درس، بس صحيت بدري شويه. حتى بص انا لسه سامع عليا، انا لسه صاحي من النوم، فمش قادر استنى. عايز اسجل اللعبه وعايز اصور على طول. طبعا هنعمل نيو ستوري. انا لعبت حبه من اللعبه عشان اعرف بعمل ازاي، و شكلها هتبقى لعبة حلوة. تقنية في الفيل اول مرة خالص، مشفتش بتاع ده خالص. طيب نعم، عنكبوت. Ah, good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. طيب Where am I? شوف وتعلم. It's been some time now. طيب أكيد في المدرسة يعني. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. ممكن تسكت أنت طيب؟ Sarah, listen to me. You must succeed. لا لا مش نفسي. أنا عايز سارة تموت. ممكن يعني أنا عايز سارة تموت. مش مشاكل. سارة هتموت. عايز بس اتأكد من حاجة. مفيش حاجة. طيب انا جيت من بلعب بسارة دي. وجلو ستيك. معاك بس مين اللي فتح باب؟ بس سؤال يعني. شكرا. مش معنى انها بنتي يعني ما اقدرش افتح الباب، انا اقدر افتح الباب يعني. مش مشاكل، سيبوني في حالي. او ماي جاد، لا هو painting pictures on your flesh. They can smell it. ما بيقدروا يشموا بتاع اللي على ايديا ده. طيب يا جماله، شكلها هتكون ايام زي الفل. بص يا عم، مين يا انا سامع؟ انا سامع والله حاجه بتهمس. انت فين يا حاجه؟ حلو على فكره ان الشخصيه بتتكلم، يعني ايه ايه حاجه حلوه ان الشخصيه بتتكلم يعني. بص قد ايه السراير هنا. طيب على فكرة انا بدأت ألعب من ساعة لما طلعت من الباب واخدت الجلوستيك. انت وقعت ليه دلوقتي؟ نعم، من ساعة لما خدت الجلوستيك. ف فانا كل ده الحاجات دي اول مره اعملها، عشان انا دوب لعبت لغايه الحته بتاعت الجلو ستيك طفيتها يعني. حاجه كده زي الفل. في حاجه هنا فوق ده جلو ستيك. شكرا. مش عايز. لا لا لا، شعري مش عايز انا اي حاجه. شكرا شكرا يا اشباح. الاشباح دي حلوه قوي كده، بتحب تساعد الناس. استنى اخد صوره. استنى. اوكي. Why is this happening to me? عشان انت كنت هبلك كفايه ان انت تخش المكان ده، او هبلك كفايه ان حد يستهدفك عشان تخش المكان ده. سببين حلوين قوي صح؟ خلينا قدام على طول. شد. نعم. يا سارة اعتقد انك هتحبي تعرفي ايه الساوند ده. اعتقد يعني يكون ايه احسن ليكي لو ما عرفتيش ايه الساوند ده، عشان هو ساوند موتك. ده اللي هيحصل قريب يعني.
فخليكي فريكن ساكتة أحسن عشان ما نموتش كلنا. عمل كمية ايه الساوند بتاعي وانا بفتح الباب؟ يعني مش حاجة صعبة اوي على فكرة. يعني بان ابعد عني، محبش تبان. اوكي كله زي الفل، مقفول من هنا. طيب يعني ايه يا بابا؟ لا مفيش غير ده يعني. طيب اوكي اوكي انا جيت من هنا صح؟ لا لا ما فيش صح. انت بتنرفز قوي على فكرة، انت متعصب قوي. يعني لو سيبني في حالي هتكون حاجة حلوة قوي منك. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انا طلب الاذاعه من هو ايه ده؟ ايه ده فعلا ده؟ إيه دي مشكلة يعني ولا اللعبة؟ مشكلة صح؟ بس مستحيل ده يكون من اللعبة نفسها. هلو محدش هنا؟ ممكن يكون الشيطان الكبير اللي هيقتلنا هنا ولا حاجة؟ يعني هو مش هنا، هو متأكد يعني مش عايز يبقى هنا ولا حاجة. ممكن مثلا نديله بوس أو حضن أو أي حاجة يعني، لو هو حابب. ده حبيبنا كلنا. وفي ليه في مروحة صغنطوطة هنا قدام السير بالظبط؟ يعني كان ال اه ماي جاد هنتقتل صح؟ انت عايز ايه يا عم انت؟ او شيت ايه ده؟ واو وات ا بيوتفل فريكن بليس. في حاجه اخدها هنا؟ لا ماشي. انا فاكر الحته دي كان المفروض يكون في دب كده باخده في الحته دي في التريلر الاعلان، كان في دب او حاجه او حاجه زي كده. فايه تعالي ندور على دب. عايزه ايه انت؟ ابتدى في حاجه. بالتالي هو هناك بقى، اروح اجيبه صح؟ خلاص نفتح جلو ستيك بس عشان اسمع حاجه جنبي. انا مش عايز جنب سكيل دلوقتي. طيب ومسكته على طول، شفتوا بيخف من الجلو ستيك؟ يعني الجلو ستيك دي لما امسكها واحطها What is this؟ في دب. انا اللي بعرف في الكوست ده لانه انت لما تيجي تمسك حاجه كده تروح حاططها في الباب والباب بياخدها. ايه ده؟ شيت على فكره انا جات لي سكت قلبيه مصغره في الحته دي. خرجوني من هنا. ستات بيخوفوا ده. ست ولا راجل ده؟ ست ولا راجل ده؟ ما بلاش تشوفيه يا حاجة، هيكون إحساس وحش لو شفتيه. أيوه
خد التيدي بير. يا حلاوة. امتى اوش سيف سيف كنت طبعا حسيف هنا يا جماعة. هقف فيديو تاني، دي حتة حلوة صح. تاني كنت فيديو عجبكو تسوش لايك اشتراك، نشوفكو في الفيديو الجاي. سلام.